مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا مع لاله خديجة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني عندها مشكل في اليد ديالها، كتكافح باش انها تجيب لقمة العيش الحلال، يعني ما كتمد يديها، ما كتطلب الناس ما شي حاجة من غير ما انها تخدم وتصرف على راسها. اختارت انها تمشي المهنة ديال الحلويات، ولات كتصيب الحلوى الفقاس، ولات معروفة بالفقاس وأشكال أخرى من لي كاطو، وكتديرهم في الفران وتبيعهم الناس سيغ كوموند. وكتمنى اليوم أن المواطنين المغاربة يجيو يتقداو عندها ويشريو من عندها ويشجعوها على الحلوى اللي كتصيب. خديجة مرحبا بك اختي على شوف تيفي. بارك الله فيك اختي. اليوم شنو غتقدمي للجمهور اللي كي؟ اليوم غنقدم للجمهور عجينة الفقاس. فقاس. فقاس. يلا يشوفوا العجينة ومن بعد نديروا معك الحوار على حياتك. ان شاء الله. تفضلي حبيبي. تفضلي. بداية حبيبي ديالي. قولي لي شنو كديري تما باش يعرفوا هذه السنيدة. السنيدة. شحال هي السنيدة درتي؟ درت زلافة زلافة مع عمراش. انا غندير زلافة ديال الزيت. وغادي ندير هاد البيضات، وغادي ندير نافع كاس تاع النافع، وغادي ندير كاس ديال الما زهر، وغادي ندير جوج خمارات، عندك قشر ديال البيضة لاصقلك في يدك باش ما يطيحش كثير. هاك تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. اذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، فخديجة مسكينة عندها واحد الإعاقة في اليد اليمنى ديالها، وكتحاول انها تشتغل فقط بيدها اليسرية. ما شاء الله عليها، شابة اللي مسكينة ما عندها لا حنين لا رحيم، لكن اختارت انها تجيب لقمة العيش ولقمة الحلال بعرق كتافها، واختارت ان ايما القصريه تكون حداها والمواد ديال الحلويات وتصيب حلوى وتبيعها وتلقى باش تخلص سكره وباش تعيش وباش تصرف على راسها. نتمنوا من المواطنين المغاربه انهم يشجعوها ويتقداو عندها. غادي نخلي لكم ان شاء الله تعالى رقم التليفون ديالها وانا نكتب لكم في التعليق. هذا اللي فيه الواتساب فيه التليفون تعيطوا لك فيه؟ هذاك الفوقاني ديال الواتساب، والتحتاني عادي. لا الفوقاني فيه الواتساب وتعيط ولا غير الواتساب؟ فيه تعيط والواتساب. صافي خليها الفوقاني حسن. 18 60. لا هذاك ديال الواتساب بوحدو. هكاك. وما هذاك الاخر ديال تعيط. نبداو ولا تتسالي؟ ابدا يبدا شاده. اذا مشاهدينا ارقام التليفون ديال خديجه هما كتبتهم لكم في التعليق. صفر سته 18 60 97 32 اللي بغيت يتواصل معايا عبر الواتساب، صفر سته 78 77 45 42 اللي بغى يتصل بها. دابا ضفت دقيق على خمسه ديال البيضات، جوج خمارات، كاس ديال النافع، زلافة ديال الزيت، زلافة ديال السنيدة، وكاس ديال المزهر. شتي راه كنعقل حاد قالت انا ياك الله يخطيك. الله يحفظك على لاله خديجة. حنا غنجمعو دابا العجينة ويفرج مولانا ان شاء الله بإذن الله.
ما فكرتيش ديري شي قناه ديالك وتشجعي راسك شويه؟ ما زعمتش. ما تعرفيش؟ ما نعرفش ليها. قلت لي دوالي وانت داك وحده. هادشي علاش؟ هاد السيده كاينه في مدينه الدار البيضاء. الناس كيسولوا الى مدينه كاينه، هي في مدينه كازا، والتليفون ديالها ها هو، راه كتبت لكم في التعليق. لا لا خديجه صايبات لينا دقيق صات صوت تبارك الله عليك، راه حادقه. ايوا فضعت الله. يعني كتشتغلي بايدك؟ كيفاش كديري تشتغلي باليسريه؟ كنعرفوا ان حيت دي دراني، حيت الاخرى عندك واليسريه كتحاولي انك تصايبي بها وكلشي. واش غندير ضروري حيت الوقت شويه صعيبه، ماشي اللي عطا الله الحمد لله. هي هذيك السته. وفين تعلمتي هادشي؟ ها تعلمت، وقالت واحد عطاتني واحد المرة واحد من ها المقادير وقالت لي جربي وشوفي، وجربت وجاب الله. هات لك الحمد لله. داكشي اللي كاين الله يطابق. الحمد لله. هكا انا باغا نفتح. انا كندير بحال هكا حيت يدي دراني ما تقدر ما نقدش نهز بيها. واحد الحاجة نسيت. تبارك الله عليك. واش غندير؟ هادشي اللي عطا الله. واش غدهني؟ ندير ندهن بكاكاو من الفين. غير نوضي غير نوضي انا. عاد ندخل ندير هانتوما لالا. خديجه الغزاله في 8 دقائق صايبات لينا فقاس ما شاء الله حادقه. اذا الناس يبغيو يتواصلوا مع لالا خديجه باش يساعدوها فرقم التليفون ديالها ديال الواتساب 0618 60 97 32، والرقم العادي 06 78 97 45 42. ياك ما نسيتي الملحه ما درتيش فوق كديريهاش. كدهنا بالقهوة والشكلاط والبيض، ما كديريش البيض؟ لا فهاد شنو كدير؟ كندير شوية د القهوة صافي والماء هي اللي هاويه. ايوه صح.
بلاتي نشوف كلشي، نشوف الشيء تنور ولا اي حاجه. اه انا الناس اللي كيسولوا على فين كاينه، كاينه في حي عادل بمدينه الدار البيضاء. رقم التليفون ديالها ديال الواتساب 0618607235، زائد رقم العادي هو 0678795542. خديجه تفضلت لها شي فاش كدهن، معليش ديباني بشي حاجه فرشيطه يا كتزيد شرطه بحال هكا باش تقطعي من بعد. انا كندهن عاد كنشرط ودي باني باللي كان يتر على المباشر. انت لقيتيها خصك تاكل عند بنادم الراجل ديما قري صوره الضحى تلقايها ان شاء الله، تلقاي اي حاجه من برا. ما عرفتش مين هكا شتي، انا قلت فرشيطه باش تعرفي. انا لا بالعكس خدي راحتك وهانتي جيبي اللاطة هنايا باش يشوفو هنا. واخا شوف بلاتي نخيدو هاد الكيك بعد هنا نحطو هنا دوري هنا، دوري عندي هنا، جيبي اللاطة ودوري هنا باش عاب شوية عليك بشوية بحال هكا صافي بحال هكا باش تبان الناس. إذا مشاهدينا كيف ما كتشوفو هادي خديجة شابة عندها واحد الإعاقة في اليد اليمنى ديالها، كتحاول أنها تصيب الحلويات وتبيعهم للناس كيف ما كتشوفوا. دابا المرحله ما قبل الاخيره اللي غادي تدخلها الفران، فاختارت خديجه انها دير الكاكاو مع القليل من الماء باش نبدل ليه اللون. اييه فالناس اللي يلتحقوا بينا، فخديجه كتعاني من اعاقه في اليد اليمنى ديالها وكتحاول انها تصيب الكاطو وتبيعه للناس. كنتمنى من الناس المحسنين يتساعدوا معها، وكذلك العيالات يتقدوا عندها ويشجعوها. الله يجزيكم بخير. ارقام التليفون ديالها هما 0618607239، زائد الرقم الثاني 0678797542. تبارك الله عليك لاله خديجه. الله يبارك فيك اختي، قاص غيفقصنا اليوم صافي ولا قاص علاش لا. دابا دهنتيه بالكاكاو والماء. دهنتو عاد ندير ليه هذا الشيء صافي، كتزوق تشرطيه بالفرشيط هكا وكاين اللي كيدير نسكافي ياك قهوة مع البيض. اللي كيدير نسكافي مع البيض ويطرب. وشنو شنو الفرق ما بين هذا وهذا؟ بحال بحال غير انا اللي واجد هو هذا، هو اللي كدير. الا ما كانش نسكافو البيض كندير هذا، واللي كيكون نسكافو البيض راه كندهن عند دابا هاد الساعه ما عنديش البيض، عندي القياس ديال العجينه داكشي علاش اختاريت ندير هذا بحال بحال. دابا غندخلو فيهم الفران، غندخلو الفران شويه عليك يعني. نعم
كيسولك لنا شحال الثمن؟ شحال الثمن؟ كاين 12 مية. شحال كتبيعي الكيلو الفقاص؟ دابا هاد العجنة كدايراها ب60 درهم. 60 درهم الكيلو؟ عجنة كيلو ديال الفورس. كيلو ديال الفورس يعني كيجي كيلو شي حاجة. كيدير كيلو ونص تقريبا. كيلو ونص. يعني مشاهدينا قالت لكم انه كيلو ونص تقريبا ب60 درهم كدير هي كتبيع العجنة. اللي بغى يتعامل معاها فالتليفون ديالها هو 0618607938 ورقم الثاني هو 0678795042. نتمنوا ان الناس يتصلوا بها ويعاونوها لانه بحال هاد الناس هما اللي كنديو فيهم الاجر، خصوصا ان مسكينه ما عندها لا حنين لا رحيم، يعني حتى شي حد ما كيوقف معاها، عايشة غير بوحديتها وكارية بيت، كتحاول أنها ترزق الله بالحلال رغم الإعاقة رغم عدة ظروف اللي ما تخليهاش أنها تعيش طبيعية، فقررت أنها تشتغل بالحلال. أنت حبيبة خذي الكرسي يا خديجة، صافي جلسي خلي الماء عالتات لأن حنا دابا نديرو حوار، عاد ديك الساعة نشوفو الماء. يلا الناس كيسولوا فين كتسكن؟ كتسكن في الحي محمدي. خديجة عرفي الجمهور عليك. السلام عليكم، انا خديجة كنسكن في حي عادل، بحال في كازا في حي عادل. وانا انا بديت عندي ظروف، والديا تفارقوا ملي كنت باقا صغيرة، وعشت ظروف قاصحة، وكان با مجوج مرا اخرى، امي طلق امي وجات هنايا عند شي ناس خدامة عند شي ناس هنا، وما بقيتش انا مع با، حيت مرات با شويه قاصحه ما قدرتيش تبقي، ما قديتش عليها، جيت هنايا وليت خدمت عند الناس. وخدمتي وانت فيك الاعاقه في يدك؟ خدمت كنقابل ليهم الدراري، وملي ولاو كيعطوني الشقه وداك الشيء ما بقيتش خدامه، حيت انا ما قداش على الشقه ودي دراني. جيت تلاحيت هنا تلاح، عطاتني واحد السيده المقادير ديال الفقاص، قالت لي شوفي جربي ديري الحلوى وتوكلي على الله، ودرت الحلوى فعلا، وبديت خدامه في هذا الدومين ديال الحلوى. غير الحلوى اختي مره تكون مره ما تكونش. امي مسكينه كاينه؟ امي خدامه عند شي ناس في السبيت. حتى هي مسكينه خدامه في الديور؟ حتى هي جالسه مع شي ناس في السبيت. لا اله، وهذوك الناس ما قبلونيش، قالوا لها ما يمكنش شدوكم بجوج. هي فاش تلاحيت جيت لهاد السكنه ولا دابا انت شحال كاريه بوحديتك هنا؟ كاريه هاد البيت بوحدي. وجيت عندنا هاد الناس الله عمر هذا هما تساعدوا معايا، مع صافوني شافوني عندي اعاقه وداك الشيء، كراو ليا بثمن مناسب الله يكثر خيرهم. كيفاش جات الفكره انك شكون يعلمك اول مره تصايبي الحلوه؟ ملي تقهرت من خدمه الديور ما قديتش عليها، تلاحيت لهاد الحلوه، حيت خدمه ديال الشركات ما قداش عليها، ما يخدمونيش حيت يدي دراني، داك الشيء علاش. واخا وري الناس الجديده عندك، تزاديتي بها ولا؟ هذه خليقه من عند الله. خليقه من عند الله سبحانه وتعالى، يعني ما كاين لا اكسيدون لا والو. لا لا خليقه من عند الله. الحمد لله على كل حال، مرحبا باي حاجه جات من عند الله. هذاك الشيء اللي كان مكتوب. واخا شنو كتصيبي في انواع الحلوى من غير الفقاص؟ كندير البهله، كندير صابلي، كندير شبون، كندير كل اللي بغى شي حاجه راه كاين. وعندك الكليان ديالك؟ عندي شي حاجه قليله ماشي بزاف. كيجيو؟ عندي انا ناس قلال. يعني مكاينش ناس بزاف كيتقدروا؟ لا مكاينش ناس بزاف، على قد الحال. واخا شنو تبغي تقولي للناس باش يجيو يتقداو عندك؟ ايوا كنقول لهم الا هذا الفيديو درتو باش نلوح المحسنين يتعاونوا معايا، واللي بغات شي حاجه مرحبا بها مصاوبه ليها تعاون معايا. كتمنيت انت ديري شي مشروع ديالك؟ ايوا كنتمنى، علاش لا، شي باتيسري سميتو خديجه ما عرفتي شنو كاين، كتمناه؟ كنتمنى اختي. شنو بغيتي شنو امنيتك؟ كنتمنى اول حاجه كنتمنى يعني المحسنين يتعاونوا معايا في شي سكنه على قد الحال، ولو يكون غبي، حيت الكرا غالي عليا وما نقدش على الكرا ودي ضراني، فهمتيني؟ والصحه كتقلال، الانسان مادام كيكبر الصحه كتقلال، داكشي علاش. لا اله الا الله محمد رسول الله، ان شاء الله ربي ما غاديش يخيبك يا خديجه، غيسخر لك ان شاء الله محسنين اللي يوقفوا معاك وحنا عبد الله اختي ان شاء الله باذن الله. نتمنوا من المحسنين اللي بغاو يوقفوا مع خديجه امنيتها انها شي سكنه ولو غير بيت وما يكونش ديال الكره اللي تقدر تستقر فيه، لان مسكينه بحال كبرات يتيمه
كتعاني من اعاقه على مستوى اليد اليمنى، كتبيع دابا غير الحلوى كل مره يعني عجنه ب60 درهم باش تعرفوا انها ماشي حريميه، انها كتبيع الحلوى كتصايب لك العجنه قدامك وكتبيعها لك. وحده اخرى غادي تقول لك لا غنبيع لك الكيلو 60 درهم، لا هي العجنه تقدر تخرج كيلو ونص 2 كيلو كل شي حاجه، لا 2 كيلو ما واصلاش اقل شي حاجه مثلا كيلو ونص تقريبا كيلو ونص كنقول لهم ندير 3 فقاسات زايدين. خلينا نشجعوا المنتج نقول لهم راه زايدين 3 فقاسات. المهم واقيلا كيعيطوا لك المحسنين. شوفي السلام عليكم، لا باس كون معايا اخويا؟ لا باس الحمد لله الله حفظك، لا باس بارك الله فيك، امين اخويا بارك الله فيك. شو شكون معايا؟ لما عرفتو صافي قولي تنسالي. كنصور تنسالي حين دابا انا كنخدم مع الدريه تنسالي ماشي مشكل. عندي الواتساب هي اللي فيها 32 في الاخر. اش قال لك؟ قال لي دخلي الواتساب ديالك من معتوب. واخا قولي نسالي باقا في اللايف. صافي واخا واخا دابا ندخل ماشي مشكل. يلا الله يعاونك. اذا كنتمناو من المحسن يلا يجزيكم بالف خير، اللي بغى يتواصل مع خديجه ويساعدها يتصل بها بالرقم 06 18 60 97 32. والرقم العادي هو 06 78 75 45 42. ربي ما عمره غادي يضيع اجر المحسنين، وان شاء الله باذن الله خديجه تلقى شي سكنه في مستقر، كذلك تلقى شي باتي. انا كنتمنى لك من قلبي ان يديروا لك شي باتيسري صغير، تجيبي ناس يخدموا تكوني انت هي الشافه تقول لهم ديروا الكاكاو مع هذا، ديروا البهنه باللوز، تولي تزيدي اللوز حيت فقاس دابا درتي بلا لوز لان امكانيات. شوف الله شنو مقسم لينا ان شاء الله باذن الله. واخا شنو امنيتك الاخيره؟ امنيتي الاخيره هي انني كان نتمنى من المحسنين يتعاطفوا معايا ويتعاونوا معايا وشي بيت شي سكنه على قد الحال ان شاء الله باذن الله. الانسان يتهنى من لك، راه انت اختي الصحه ما ديماش فهمتيني، الانسان كيكبر وكتقلل الصحه ما كاينش اللي يخدم عليه، ما عندي على من نحط راسي، بابا مجوج مراه اخرى، ولد مع اولاد، والله يصاوب. اللهم امين اللهم امين. اذا المشاهدين الكرام ارقام التليفون ديال خديجه هما 06 18 60 97 32، هذا ديال الواتساب، والرقم الثاني هو 06 78 97 42. كنشكركم مشاهدينا نتوما على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.